شوقا أعود شوقا إلى رماني وسلسبيلي أهيم شوقا أعود شوقا إلى رماني وسلسبيلي يا صمرا يلي الهوى رماني وتهت فيك وضاع زماني. Now that was special for you, and give it to Nara. No, gefeliciteerd! Pesha, Yuri, Islaat en Nizam! 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 النهاردة جاية أشارك عشان الشباب اللي في التحرير يصمدوا وإحنا معاهم بقلوبنا وعقولنا، جسمنا هنا في الدام لكن قلوبنا هناك معاهم في التحرير، وأتمنى مصر تبقى حرة وديمقراطية ونشوفها أحسن أحسن وفي الأيام الجاية عشان خاطر ولادنا الصغيرين دول. وأنا أم جاية عشان حاسة بكل أم ابنها مات في المظاهرات دي، أنا حاسة إن كل اللي مات يكون ابني أو أخوي أو أي حد من أهلي. أنا جاية النهاردة أشارك عشان كده، وأنا مش تبع أي حزب ومش تبع أي حد، أنا مصرية 100%. بتقول لهم إيه للناس في مصر؟ ما أنا قلت قولهم اصمدوا وربنا معاكم وان شاء الله النصر قريب باذن الله، احنا هننتصر ان شاء الله وهيتحقق اللي احنا نفسنا فيه باذن الله. بتشجع ازاي سبب الناس في مصر؟ بتسديهم ازاي؟ لا لا استنى، فيكي تقوم عمر؟ تقوم تعالي تقيم دي. اوكي. انا جايه انا بشاركهم، انا بشاركهم وبدعي لهم واتمنى من ربنا وبصلي وبقرا لهم القران وربنا معاهم ان شاء الله. انا ضد، انا مش مع نظام حسني مبارك، انا مش معاه. اجمل دي تبتي حسني مبارك، انا ضد نظام حسني مبارك عشان هو نظام فاسد. بس انا ضد الفتنه وضد الارهاب وضد تخويف الناس وضد اللي هيحصل بعد كده. انا عايزه مصر تبقى امنه، مش عايزه بعد حسني مبارك احس ان البلد اتخربت او في نزاعات او في نزاعات على السلطه. انا عايزه الامان لمصر، الامان لمصر. لو الامان بمصر مع ان حسني يقعد شهر او شهرين انا مع ده، لكن انا مش ضد ان حسني يمشي نيه وبعدين يحصل اي مأساة في مصر او اي مشكله. عايزه حاجه تبقى بشكل سلمي بشكل منظم. هو يمشي مش هيمشي، هو يمشي مش هيمشي، هو يمشي مش هيمشي، هو يمشي مش هيمشي، هو يمشي مش هيمشي. دم المصري مش خسيس يا مبارك يا خسيس، دم المصري مش رخيص يا مبارك يا خسيس، دم المصري مش رخيص يا مبارك. عسكر 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 ليه هو سجني ولا ايه؟ عسكر 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 ليه هو سجني ولا ايه؟ عسكر 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 ليه هو